كيف قالوا أهل ليس هذا ليس أبوه قاطع أو بن قاطع أو إسماعيل ليس أبوه هذا. الدعوة الأولى يقول وجدوه في خربة، وجدوه مرمي، وجدوه مرميا في الأزبال، فأخذوه على نحو اللقطة رباه إسماعيل أو قاطع. هذه الدعوة كانت الأولى، وبدأت هذه بعد هذا بدأ يبحث عن نسب وشجرة نسب.